موضوع الترانسبلانتيشن ايمونولوجي. ركزوا معي، موضوع التمر ايمونولوجي من المواضيع المهمه جدا، وفيه كل يوم حاجات جديده بتضاف له. ان شاء الله حتكلم في هذا الموضوع في المحاور التاليه. في نهايه المحاضره باذن الله عز وجل الجميع مفروض يكون عارف مصطلح مهم جدا اسمه اميون سيرفيلانس. ما هو هذا الاميون سيرفيلانس؟ عاوزين نتعرف عليه سويا. الامر الاخر حنشوف الاميون ريسبونس اجينست التيومر. في اميون ريسبونس وعلى مستوى كبير حنشوفه اليوم اجينست التيومر، لكن حيكون بالتاكيد التيومر ده يستطيع، عنده عده اليات يحصل له سكيبنج من الاميون سيستم. حنشوف على التكنيكس اللي يستخدمها التيومر عشان يهرب من الاميون سيستم، وبعدين حنتكلم على التيومر ايمونولوجي الكومن تيومر، تيومر ماركرز اللي بنشخص بها التيومر. وفي النهايه حنعرض موضوع مهم جدا اللي هو التيومر اميون ثيرابي، وذا كل يوم فيه جديد يعني. وفي العاده حنعمل تقييم لانفسنا كالعاده ان شاء الله. اميون سيرفيلانس، ما معنى اميون سيرفيلانس؟ شوفوا اللي يجب ان تعرفوه انه كل انسان على وجه الارض، على الكون، في الكون هذا كله، كل يوم في خلايا سرطانيه تنشا، تقريبا مليون خليه في اليوم الواحد يحصل فيها تشينج، ويحصل انكوجينيك تشينج. لكن هناك في جسمنا وفي جسم كل انسان على ظهر الارض في حاجه بنسميها خلايا الحراسه المناعيه. هذه خلايا الحراسه المناعيه تجوب الجسم ليلا ونهارا، واي خليه انكوجينيك حصل فيها تشينج تعمل لها ريكوجنايز وديستروي. فالاميون سيستم له دور لا تتخيله، وحنتعرف عليه ان شاء الله الان باذن الله عز وجل. اذا ما معنى اميون سيرفيلانس؟ معناها انه في ديلي كونتينوس سكريننج لكل السيلز، والاميون سيستم يتعرف على اي ابنورمال سيل ويعمل لها ديسترويد. اذا يعمل ريكوجنايز ويعمل ديسترويد. هذه نسميها الاميون سيرفيلانس. الاميون سيرفيلانس عباره عن ثلاث خلايا رئيسيه، هي خليه الناتشرال كيلر سيل، وخليه الماكروفيجز او خلايا الماكروفيجز، والتي سايتوتوكسيك تي سيل او سايتوتوكسيك تي سيل. هذه الثلاث الخلايا نسميها خلايا الحراسه المناعيه، او نسميها اميون سيرفيلانس. زي ما قلنا ايش وظيفتها؟ تجوب الجسم اي خليه ابنورمال تتعرف عليها وتعمل لها ديستروي. جميل. لكن هذا كله يعطي معنى مهم جدا، انه عشان يحصل هذا الموضوع، يحصل ريكوجنايز لاي ابنورمال سيل ويحصل ديستروي، لابد انه يكون في فورين انتيجين للتيومر. هذا الفورين انتيجين هو اللي بيخلي الخلايا انها تتعرف. فهذه مثلا نورمال سيل، فلا بد انه يحصل فيها فورين انتيجين، فورين انتيجين او الابنورمال انتيجين او التيومر انتيجين، عشان هذه الخلايا، خلايا الحراسه المناعيه، تستطيع انها تتعرف عليها وبالتالي تعمل لها ديسترويدز اور اريديكيتد. هذا مصطلح او مفهوم الاميون سيرفيلانس. طيب النقطه الثانيه اللي هي يجوا ساعات الناس يقولوا ما هي الايفيدنس انه في اميون ريسبونس اجينست التيومر؟ هل في ايفيدنس واضحه؟ نقول لهم ايوه نعم في ايفيدنس. اول ايفيدنس احنا حندرسها ان شاء الله في الاتش اي في، في اي اميون كومبرمايز بيشنتس، ويوجوالي المريض الايدز، مريض الايدز ان شاء الله حنشرحه بالتفصيل. ما يوصلش المريض الى مرحله الايدز لو ما يحصل عنده سي دي 4 سيل اقل من 200 خليه في المليمتر المكعب. فخلاص احنا نصبح نقول ده شخص اصبح اميونو كومبرمايز. وانتم تعرفوا من دراستنا المناعه انه التي سيل او التي هيلبر سيلز اللي هي التارجت للاتش اي في فيروس هي مايسترو الجهاز المناعي، وبدون هذه الخليه التي هيلبر سيل ما يمكنش الاميون سيستم يحصل له اكتيفيشن، وما يمكنش يحصل له ريكوجنايز واتاك للابنورمال سيل. فبالتالي اذا حصل ديبريشن للتي هيلبر سيل حيصبح الجسم ذا عرضه لكل الديزيز. تتذكر احنا لما تكلمنا على الكابوسي ساركوما قلنا انه هو كوزد باي فيروس اسمه هيومن هيربس فيروس 8 يا
وقلنا انه فيروس ضعيف جدا لكنه يستغل ان الجسم مناعته ضعيفة فبالتالي يعمل التيومر. فهذه واحدة من الإيفيدنس انه نشوف في مريض الإيدز انه يحصل له كابوسي ساركوما بينما الناس الاميون كومبتنت ما يحصل لهمش، معناها انه ما عاد فيش معاه تيه البرسل، فبالتالي حصل اميون سابرس وبالتالي ادى الى تكون او فورميشن للتيومر. هذا الإيفيدنس الاول. الإيفيدنس الثاني انه مش ملاحظين انتم في الناس اللي هم الفيري يانج، الناس اللي والاطفال اللي عمارهم صغار جدا والناس اللي هم الفيري اولد، دول عرضه للتيومر. لو ما جينا نشوف احنا احصائيات التيومر حنشوفه في الناس اللي هم الاغلب في الناس الكبار في السن. ليش؟ لانه الاميون سيستم حقهم شاخ، اصبح الاميون سيستم قد ما عادوش الاميون سيستم الاكتف، والاطفال اللي هم اليانج او الفيري يانج الاميون سيستم عادوا اميتيور. فدي اذر ايفيدنس انه الاميون ريسبونس له دور against التيومر. الأمر الثالث من ضمن الإيفيدنس الأساسية إنه وجدوا لما يعملوا إيزوليشن للتيومر وجدوا إنه داخل التيومر بيحصلوا في أنتيباديز وفي تي لمفوسايتس. صحيح الإميون سيستم خسر المعركة لكن وجود هذه الكومبوننتس من الإميون سيستم دلالة على إن الإميون ريسبونس كان له دور، أو بالأصح حاول إنه يمنع التيومر لكن ما قدرش. فوجودهم في التيومر دلالة على إنه الإميون سيستم شارك في المعركة لمنع حدوث التيومر. الأمر الآخر أو الإيفيدنس الرابع اللي بنجي نقول عليه اللي هو immunization against some tumor. إحنا نعرف أو ذكرنا في الهيباتيتس بي فيروس إنه ممكن يؤدي إلى هيباتوسيلولار كارسينوما. فيجوا العلماء قالوا إنه كلما عملنا vaccination للهيباتيتس بي قل الإنسيدنس للهيباتوسيلولار كارسينوما كوزد باي الهيباتيتس بي فيروس. فاذا ذا مؤشر قوي انه كل ما عملنا لقاح للفيروسات اللي بتعمل التيومر بيؤدي الى انه ما عاد يحدث التيومر ذا، معناه ان الاميون سيستم له دور كبير. فدي الايفيدنس الاساسيه اللي بتقول لنا ان الاميون ريسبونس له دور كبير انه يقاتل او بيعمل اجينست التيومر. طيب الأمر الآخر في حاجة بنسميها تيومر أنتيجين. تيومر أنتيجين ما هي؟ هي عبارة عن سيل سيرفيس مولوكيولز. السيل سيرفيس مولوكيولز دي appears على تيومر، ولو ما يحصلها appears على تيومر هي اللي يحصل الإميون سيستم يتعرف عليها لأنها فورين، وبالتالي يحدث الإميون ريسبونس ويحصل destroyed. إذن بمعنى آخر ما معنى تيومر أنتيجين؟ هي عبارة عن سيل سيرفيس مولوكيول، وهذه تظهر في التيومر وسبيسيفيك للتيومر وبالتالي هي فورين. فلو ما يشوف الاميون سيستم يتعرف على التيومر على انه فورين وبالتالي يعمل الاتاك. اذا هذه نورمال سيل، ونفاجئ انه قد ظهر لها ما نسميه بانتيجين او سيل سيرفيس مولوكيولز ابير على التيومر. هذه السيل سيرفيس مولوكيولز فورين، فبالتالي الاميون سيستم يتعرف على التيومر ويعمل له الاتاك. في نوعين من التيومر انتيجينز، نوع نسميه تيومر سبيسيفيك انتيجينز يعني حاجه متخصصه للتيومر، والنوع الثاني نسميه تيومر اسوشيتد انتيجين. تعالوا نشوفهم واحد واحد. تيومر سبيسيفيك انتيجين، هذا التيومر سبيسيفيك انتيجين هو present only in tumor cell exclusive، ما يمكنش يحدث الا في التيومر. لو حصلنا هذا الانتيجين اذا هذا انتيجين لتيومر، معنى الشخص ده انه عنده تيومر، وبالتالي هذه الانتيجين سبيسيفيك لهذا التيومر، سبيسيفيك للتيومر، ما تحدثش الا اذا في تيومر. وذاك سموها كذا، سموها تيومر سبيسيفيك انتيجين، يعني ما هيش موجوده في جسمنا خالص، هي جايه من التيومر. طيب كيف example، كيف من فين جاءت هذه specific tumor للأنتيجين في جسمنا؟ لها طريقين. الطريق الأول إنه يحصل viral transformation، يعني إيش؟ يعني هذه خلية من خلايانا، جاء فيروس من اللي بيعمل oncogenic virus، دخل الخلية حقنا زي ما أنتم شايفينه، دخل خليتنا بدأ يعمل transformation لهذه الخلية، حتبدأ خلايانا تروح تعمل expression لهذا الانتيجين حق الفيروس. إذن حاجة سبيسيفيك للتيومر.
فبالتالي يظهر الأنتيجين زي ما أنتم شايفين للفيرال أنتيجين اللي عمل فيرال ترانسفورميشن. ولذلك نجي نقول مثال لهذه هيباتيتس بي فيروس اتفقنا والهيومن بابلوما فيروس ذي فيروس بتعمل انديوز للتيومر، فبالتالي لما تدخل خلايانا يحصل اكسبريشن لهذا الانتيجين على السيل سيرفيس لخلايانا. ولذلك نقول هذه انتيجين سبيسيفيك للتيومر، ما هيش انتيجين موجوده في خلايانا خالص، ومن هنا جاءت التسميه اللي هي تيومر سبيسيفيك انتيجين. هذا الامر الاول لحدوث ما نسميها بالتيومر سبيسيفيك انتيجين. الامر الثاني انه يحصل حاجه بنسميها عبر الجينيتيك ميوتيشن. يعني ايش؟ خليه تعرضت للكارسينوجين، تعرضت للاكس راي، تعرضت للميوتيشن في البي 53 اللي هو التيومر سبريسر جين، فايش حصل؟ انه نتيجه لهذه الميوتيشن حصل فورميشن للنيو انتيجين. هذه النيو انتيجين ما كانتش موجوده خالص في خلايانا، فاصبحت فورين واصبحت خاصه بالتيومر، لانه حصل للخليه دي حصل لها اندكشن لتيومر، وبالتالي حصل نتيجه للاندكشن اوف تيومر حصل انه في انتيجين. نتيجه لهذا الميوتيشن الانتيجين ذا اصبح مميز لهذا التيومر، فنجي نقول انه دي كمان تيومر سبيسيفيك انتيجين. اذا ما معنى تيومر سبيسيفيك انتيجين؟ معناها انها عباره عن انتيجين خاصه بالتيومر ومش موجود، مش مستحيل نحصلها في خلايانا. لها مصدرين، مصدر انه تجي عبر انفكشن او فيرال انفكشن، عبر انه يحصل ترانسفورميشن، والمصدر الاخر انه يحصل جينيتيك ميوتيشن. فبالتالي لما يحصل جينيتيك ميوتيشن حيحصل اكيد اكسبريشن للنيو انتيجين، وبالتالي حيحصل هذا النيو انتيجين ما هوش موجود في خلايانا ولكنه مميز او صفه من صفات التيومر. هذا النوع الاول من التيومر انتيجين. النوع الثاني اللي بنسميه تيومر اسوشيتد انتيجين، ايش مواصفاته ذا؟ هي عباره عن انتيجينز موجوده في خلايانا لكن موجوده بتريس اماونت، بلو اماونت، موجوده بايش؟ بكميات قليله، لكن لو ما نشوفها في التيومر تكون كميتها فيري هاي. اذا هي اساسا تيومر موجوده عندنا، موجوده في خلايانا، لكن لو ما تكون في الوضع الطبيعي هذه التيومر موجوده ب تريس اماونت، لكن لو حصل التيومر حنشوفها ب بهاي اماونت، وبالتالي هذه ما هياش الانتيجين ذي ما هياش يونيك للتيومر، هي موجوده اساسا في خلايانا لكنها زي ما قلنا موجوده بكميه قليله، فعندما يحدث التيومر نشوف هذه الانتيجين بكميه كبيره. كيف مثال لهذه؟ اول مثال اللي هو الانكوفيتال انتيجين زي الالفا فيتوبروتين والكارسينو امبريونيك انتيجين. دول اساسا موجودين في الامبريو عشان يساعدوا في الامبريوجينيسيس، فبالتالي لما يولد الفيتاس يكونوا موجودين، وكل ما كبر 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 اختفوا لين يحصلوا في الادلت موجودين بتريس اماونت. لو واحد ادلت جينا نقيس فيها الالفا فيتوبروتين وعنده هاي، اذا ليفر كانسر. لو واحد كارسينو امبريوك انتيجين جينا نقيس وعنده هاي، معناه انه عنده كولون كانسر. فاذا مفهوم التيومر اسوشيتد انتيجين هي انتيجينات موجوده اساسا في خلايانا لكنها موجوده بتريس اماونت، فاذا ما حصل التيومر هذه الانتيجين تكون بكميه كبيره. هذا المثال الاول. المثال الثاني الهيرتو، هو موجود اساسا في خلايانا، ونشوف ان الهيرتو يحصل له اوفر اكسبريشن في البريست كانسر، فبالتالي نجي نقول انه هو اساسا هو عباره عن انتيجين موجود في خلايانا لكنه بتريس اماونت، لكن في البريست كانسر نشوف انه حصل له اوفر اكسبريشن. هذا المثال الثاني له. نفس الوضع بالنسبه للبروستاتيك سبيسيفيك انتيجين موجود في انتريس اماونت، والشخص اللي عنده تيومر نشوف البروستاتيك انتيجين فيري هاي. ولذلك نقطه مهمه حتعرض لها كمان في التيومر انتيجين في التيومر ماركر، ساعات حنجي للالفا فيتوبروتين، ساعات يجي نروح نعمل لشخص الفا فيتوبروتين يطلع عنده 35، هو الطبيعي الى 20، فاللي مش مستوعب الوضع يقول ها قد عنده تيومر، نقول له لا، اي كرونيك هيباتايتس ممكن يطلع الالفا فيتوبروتين، لكن احنا متى نعتمد الماركر ذا؟ زي ما قلنا اذا كان موجود بفيري هاي يعدى ال 100 نجي نقول والله ذا الفا فيتوبروتين، واكيد في اذر انفستيجيشن عشان نحكم على الوضع ذا. طيب
طيب الآن معنا موضوع مهم، الموضوع النقطة الثالثة اللي هي الإميون ريسبونس أجينست التيومر. إميون ريسبونس أجينست التيومر. الإكسرسايز الأول لكم، كيف الإميون سيستم حيحصل يعمل لهذه التيومر، مثلا هذا تيومر كيف حيعمل له إريديكيتد أور إليمينيتد. تفضلوا. طيب ركزوا معي لو سمحتوا، خلاص ركزوا معي. هذه الآن تيومر سيل، ركزوا معي وصححوا لأنفسكم. ها أول أمر حيحصل قبل ما أقول في سؤال انطرح هنا كويس، هذه تيومر سيل، في سؤال هنا انطرح كويس يقول طيب لو كان مش فيروس الكوز كان حاجة ثانية غير الكوز، كيف الأنتيجين بيجي؟ احنا لما قلنا انه لو حدث الجينيتك ميوتيشن ما معناها؟ معناها انه حينتج عنه فورين بروتينز، الفورين ذا ما يعرفوش الاميون سيستم خالص ولا الخلايا حقها ما تعرفه خالص، وبالتالي هذه الفورين أنتيجين هي اللي حيحصل لها اكسبريشن على التيومر سيل. تمام ممتاز. هذه الآن التيومر سيل حصل أنتيجين بريزنتيشن، ولأنها سيل حيحصل اكسبريشن على الام اس سي كلاس، ممتاز كلاس 1. هذا الام اس سي الانتيجين بريزنتنج سيل اللي عملت اخذ الانتيجين وعملت له اكسبريسنج على الام اس سي كلاس 1 حتيجي تي سايتوتوكسيك تي سيل. السايتوتوكسيك تي سيل دي حتتفاعل معها اول شيء بالفيرست سيجنال، وبعدين حتروح للليمف نود، ترافل للليمف نودز، وحيحصل اكتيفيشن بالفيرست سيجنال وبالسكند سيجنال، وحيحصل بروليفريشن للتي سايتوكسيك تي سيل، وبعدين ترجع مره ثانيه التي سايتوكسيك تي سيل. واي انتيجين اللي حصل له اكسبريشن، اي انتيجين على اي سيلز اللي هو تيومر انتيجين، حتعمل له اتاتشد وحتعمل كيلينج بالفيرست سيجنال. ما عاد فيش الكيلينج بالسكند سيجنال، حتعمل كيلينج بالفيرست سيجنال اللي هو التي سيل ريسبتورز يلتصق مع الام اس سي كلاس 1، والسي دي 8 يلتصق معه، وبالتالي يحصل ريليزنج البرفورين وللجرانزايمز. طيب الامر الاخر انه كمان حيحصل، لانها مش خليه، حيحصل انتيجين بريزنتيشن عبر الام اس سي كلاس 2، لكن هنا حتكون التي هيلبر 1 لانه حيحصل ريليزنج للانترلوكين 12، فبالتالي حتكون التي هيلبر 1. التي هيلبر 1 دي حتعمل برودكشن لسايتوكاينز، which type of cytokines؟ انترلوكين 2 جاما انترفيرون تيومر نكروتيك فاكتورز. هذه عملت الثري سايتوكاينز اللي هم الاسينشال سايتوكاينز. الواحد الانترلوكين 2 مش هيعمل اكتيفيشن كمان للتي سايتوكسيك تي سيل، فحيخليها كمان مور اكتف، فبالتالي قدها هي سينستايز. اي ابنورمال سيل على طول حتروح انتيجين، طبعا حتروح يحصل له اتاتشد وبالتالي تطلع برفورين جرانزايم وتعمل له ديسترويد. واحد. الامر الثاني مش حيطلع كمان جاما انترفيرون. الجاما انترفيرون مش يعمل له تو اكشنز، يعمل اكتيفيشن لمن؟ ماكروفيجز. الماكروفيجز دي اللي يحصل لها اكتيفيشن حتؤدي لعده وظائف، منها حتزود الانتيجين بريزنتيشن، صح؟ الامر الثاني كمان في فانكشن المفروض تعرفوها عن الماكروفيجز، انها بتعمل دايركت سايتوتوكسيك. ما تعرفوهاش؟ دايركت سايتوتوكسيك، يعني تجي الماكروفيج وتعمل دايركت سايتوتوكسيك. فهي تلتصق بالابنورمال سيل وتطلع سبستانس، السبستانس دي بتعمل ديسترويز للابنورمال سيل. علاوه على ذلك كمان الماكروفيجز بتطلع سايتوكاينز. كمان الماكروفيجز بتطلع سايتوكاينز، فبتطلع كمان الجاما انترفيرون. اذا الجاما انترفيرون شوفوا من فين حيطلع من التي هيلبر 1، صح؟
وكمان حيطلع من الماكروفيجز. هذا طبعا ماكروفيجز مش عارف اقول حاجه وانت تقول لي على طول بعدي تمام مش اتفقنا الماكروفيج دي حيحصل لها اكتيفيشن بالجاما انترفيرون. الجاما انترفيرون دي حيعمل اكتيفيشن للماكروفيج وكمان حيزود الاكسبريشن للانتيجين بريزنتيشن فحتعمل دايركت سايتوتوكسيك. الامر الثالث السايتوكاينز الثالث اللي هو تيومر نيكروتيك فاكتورز، هذا حيعمل فانكشن مهمه بالاضافه الى انه الماكروفيج كمان تعمل بروديوسنج للتيومر نيكروتيك فاكتورز. ده حيعمل اكتيفيشن لمن مش كله قد اسمه تيومر نيكروتيك فاكتور، فحيعمل اتاك نيكروسيس للتيومر. اذا شوفوا ايش الفانكشن الاساسيه، انه اساسا الماكروفيج طلعت تيومر نيكروتيك فاكتورز، والتيومر نيكروتيك فاكتور جاي من تي هيلبر 1، دول من اسمه لو دايركت اكشن على التيومرز. جميل. الامر الاخر الانترلوكين 2 كمان يعمل اكتيفيشن للناتشرال كيلر سيل، فتيجي الناتشرال كيلر سيل فتعمل كمان دايركت اتاك بالتيومر سيل. دي كلها هي عباره عن سيل ميديت ايميونيتي اللي تكلمنا عليها. الامر الاخر كمان الجاما انترفيرون اللي طلع من التي هيلبر 1 كمان حيعمل اكتيفيشن للناتشرال كيلر سيل. الامر الاخر كمان حيحصل، مش لو ما حصل اي خليه تيومر حيحصل لها ديسترويد، حتكون في فراجمنت من التيومرز حيحصل لها انتيجين بريزنتيشن، بس هنا لانها فراجمنت حتعرض على الام سي كلاس 2، فبالتالي حتيجي تي هيلبر سيل وحتروح طبعا اكيد تي هيلبر 2 وحتعمل البرودكشن للسايتوكاينز اللي بتعمل البي سيل جروث فاكتور وبي سيل ديفرينشيشن فاكتور 4 و5 و6 و10، دول حيروحوا يعملوا ايش؟ يعملوا بروليفريشن للبي سيل، حيحصل ديفرينشيشن البلازما سيل، وبلازما سيل تطلع انتي باديز. الانتي باديز اللي حتطلع جزء منها طبعا خلاص مش التيومر ذا الانتيجين حق التيومر موجوده، جزء منها حيروح يلتصق بالتيومر انتيجين وحيعمل حاجه بنسميها خطوه مهمه جدا اللي هي اوبسونايزيشن. اوبسونايزيشن اي خليه تيومر يحصل لها اوبسونايزيشن. الامر الثاني الانتي بادي حتروح تلتصق وحيحصل اي دي سي سي. الانتي باديز حتروح تلتصق وحيحصل اكتيفيشن للكومبلمنت. فشايفين كيف الميكانيزم سواء بالسيل ميديت اميونيتي او بالهيومرال اميونيتي بتعمل اريديكيتد او ديسترويز للتيومر سيل. في اي سؤال فيها؟ في اي سؤال؟ سؤال تفضل. طيب اعيدها بسرعه. كل ما في الموضوع خليكم معي، كل ما في الموضوع very simple. abnormal cell جاءت اللي هي التيومر سيل، خلاص جاءت التيومر سيل حصل انتيجين بريزنتيشن على لانها موجوده في سيل، فحصل انتيجين بريزنتيشن على الام اتش سي كلاس 1. الام اتش سي كلاس 1 جاءت له تي سايتوكسيك تي سيل، ارتبطت معه بالفيرست سيجنال، حصل له تروح طبعا للليمف نود عشان يحصل له بروليفريشن ويحصل له اكتيفيشن، حيحصل بالتو سيجنالز. بعد كده لما خلاص اصبحت التي سايتوكسيك تي سيل قد خلاص اكتيفيتد، حتروح تغادر من الليمف نود وتروح تبحث على اي ابنورمال سيل حصلت التيومر، حتروح تلتصق به بالفيرست سيجنال، حتطلع بيرفورين وحتطلع جرانزايم وحتعمل ديسترويد. لهنا كويس؟ تمام. الامر الثاني مش كمان حيحصل التي هيلبر 1 هنا حتشارك على اعتبار ان ذا التيومر ذا عباره عن سل، فحتشارك حتعمل حيحصل برزنتيشن وحتشارك التي هيلبر 1، والتي هيلبر 1 لانه حيحصل برودكشن للانترلوكين 12 حتروح تطلع سايتوكاينز انترلوكين 2 جاما انترفيرون تيومر نيكروتيك فاكتورز. جميل. الانترلوكين 2 لو فانكشن كثيره، من ضمنها انه بيعمل اكتيفيشن للتي سايتوتوكسيك تي سل، اذا حيزود كمان الاكشن حق التي سايتوكسيك تي سيل، وبالتالي حيتعمل ديسترويز لاي ابنورمال سيل. اثنين مش الجاما انترفيرون بيعمل اكتيفيشن للماكروفيجز، فالماكروفيجز لما يحصل لها اكتيفيشن بتروح بتعمل دايركت سايتوتوكسيك للتيومر، وكمان لما يحصل لها اكتيفيشن تروح تطلع كمان تيومر نيكروتيك فاكتورز، بالاضافه الى ان تي هيلبر 1 كمان طلعت تيومر نيكروتيك فاكتور، فالاثنين حيحصل لهم دايركت اكشن على التيومر سيل.
كمان الانترلوكين 2 اللي 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 حصل له ريليزنج من التي هيلبر 1 حيروح يعمل اكتيفيشن لمن؟ للناتشورال كيلر سيل. فبالتالي حتعمل الناتشورال كيلر سيل حتعمل اتاك. وانتوا عارفين الناتشورال كيلر سيل عشان تقتل ضروري يكون في ابسنس للام اتش سي كلاس 1. وبالتالي في صفات حنعرفها بعد شويه. بعض احيان التيومر ما تطلعش الام اتش سي كلاس 1. فبالتالي هنا الاساس لها بالنسبه للناتشورال كيلر سيل. جميل. مش لما يتكسر التيومر حتخرج منه فراجمنتس. الفراجمنتس دي حتاخذها عند جين بريزنتنج سيل وتعرضها على ام اتش سي كلاس 2. حتيجي تي هيلبر 2 حتطلع السيتوكاينز. السيتوكاينز دي سميناها بي سيل جروث فاكتور او سميناها بي سيل وكمان بي سيل ديفرنشيشن فاكتور. حتروح تحول البي سيل يحصل لها بروليفريشن ويحصل لها ديفرنشيشن الى بلازما سيل وتطلع انتي بوديز. الانتي بوديز دي اللي حتطلع من اي جي ام وبعدين حيحصل لها كلاس سويتشنج الى اي جي جي. حتروح تلتصق على التيومر. اول التصاق حتعمل اوبسونايزيشن. ثاني التصاق حتعمل اي دي سي سي. ثالث التصاق حتعمل اكتيفيشن كومبلمنت. فبالتالي كل المناعه بذراعيها بذراع السيل ميديتي اميونيتي وبذراع الانتي بودي برودكشن ساهمت في الكيلينج للتيومر. السؤال اللي حيطرح نفسه الان اكيد انت تتكلم على اي ميكانيزم. احنا اليوم ما نكاد نفقد حبيب او صديق او قريب الا وقالوا مات عنده تيومر. فين هذا اللي تتكلم عليه انه مناعه طالعه من هنا ومناعه طالعه من هنا وسايتوتوكسيك تي سيل؟ اذا معناها ان التيومر معاه ميكانيزم قادر انه يهرب من الاميون سيستم. فتعالوا نناقش هذه الميكانيزم اللي يحصل انه كيف يحصل له سكيبنج من الاميون ريسبونس. تفضلي. حناقشه كويس. هذه واحده من التكتيكس اللي بيعملها التيومر. حناقش ان شاء الله بالتفصيل. تفضل. جميل. حناقش الان كلها بالتفصيل. لا كلاس 1 ولا 2 قصدك؟ لا 2 اللي لا 2 ايوه بس كيف تو؟ تو تي هيلبر 1 كيف تجي؟ فيها تفضل اخي. بالبداية هذه؟ ايوه بعد ما تعمل السيتوكسيك قبل هذه تفعل كيف عن طريق ام اس سي 2. لا ام اس سي كلاس 1 هذا. ايوه هذا 1 هذا 2 هذا 1 اي 1 تي هيلبر 1. طيب تفضل. لحظة لو سمحت. طبعا اكيد اكيد حيحصل انفلاميشن لانه اورجنز اكيد. لكن هنا ما نقدرش نقول عليه هايبر سنسيتيفيتي لانها بروتكشن. هذه لانها بروتكشن. في معك سؤال عاد ما راحتش منه. حتى ام اس سي 1 يعني هذه على فكره لحظه. هذه انا اللي قلت لك ام اس سي كلاس 1 اللي هي اللي حيحصل على حتيجي بتي سايتوكسيك تي سيل. هذه بالنسبه لها حتكون ام اس سي كلاس 2. كيف مش معانا تي هيلبر؟ التي هيلبر سيل معه تو ويز. واحد لما يكون الانترا سيلولار اورجانيزم حيحصل له اكسبريشن على ام اس سي كلاس 2. بس هنا ايش اللي حيخلي ان الماكروفيجز يحصل لها اكتيفيشن؟ انه البرودكشن من الماكروفيج او من الانتي بريزنتنج سيل حتعمل برودكشن للانترلوكين 12 فحيخلي التي هيلبر 1 هي اللي تجي. طبعا اوكي انا استعجلت فيها بس انا فاكر انكم فاهمينها. فاهمين السؤال اللي يطرحه ولا لا؟ ولا كلكم ساكتين؟ هو يسأل سؤال مهم يقول ايش سؤال؟ طيب متى تطلع تي هيلبر 1 ومتى تطلع تي هيلبر 2؟ سؤاله كذا. لحظة شوفوا لو ما تكون سل ويحصلها انتيجين بريزنتنج سل وهي سل هنا الجينيتك مابينج للانتيجين بريزنتنج سيل حتعمل اكسبريشن لبروتين اللي هو الانترلوكين 12. الانترلوكين 12 حيعمل اتراكشن للتي هيلبر 1. لكن لو كان اكسترا سيلولر اورجانيزم ودخل انتيجين بريزنتنج سيل حيحصل اكسبريشن لجين اللي هو الانترلوكين 4. الانترلوكين 4 حيعمل استدعاء للتي هيلبر 2. اكيد مش عارفين هذه ولا كيف؟ طيب ايش المشكله؟ ولا شيء اللي حنبقى ام اس سي كلاس 2
لا 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 من سي كلاس 1 اكيد سايتوتوكسيك تي سيل ام اس كلاس 1 خلاص مش الان هذه جزء من خلايا حتكون خلايا حصل لها انجلفمنت بالانتيجين بريزنتنج سيل خلايا تيومر طيب خلايا تيومر لما حصل لها انجلفمنت بالانتيجين بريزنتنج سيل حتعمل اكسبريشن او ريليزنج للانترلوكين 12 انترلوكين 12 حيعمل استدعاء لمن في هيلبر 1 طبعا اكيد اكيد ما هي اللي هي مفتاح الاميون سيستم فهي اللي تشغل الاميون سيستم جميل طيب تعالوا الان نشوف الاليات اللي يستطيع بها التيومر انه يحصل له اسكيبنج من الاميون سيستم في حاجه بالهوست وفي حاجه بالتيومر تعالوا نشوفهم الهوست لما نجي نقول انه اي اميون سبرست لان الاميون سيستم اذا غاب فذا نتيجة الهوست انه خلاص الاميون سيستم حقه ضعف فبالتالي حيكون عرضة لانه يحصل له تيومر ومثالين لهم البيشنت اللي بيعمل ترانسبلانتيشن لانه بيظل اميون كومبرمايزد يا ومريض اللي زي ما قلنا اللي بيوصل لمرحلة الايدز فذول لانه خلاص الهوست حقهم اصبحوا اميون سبريست الاثنين فهم عرضة انهم يحصل لهم كانسر هذه النقطة الاولى بالنسبة للهوست النقطة الثانية بالنسبة للتيومر ركزوا معي حتكلم عليهم واحدة واحدة اميون اللي هي اول نقطه اللي هو الاميون سبريشن كيف يحصل تيومر سيل بدات يحصل تيومر فالتيومر دي تروح تطلع ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا هذا الترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا يروح يعمل انهيبيشن للبروليفريشن اند الفانكشن للليمفوسايت اند ماكروفاجز فبالتالي حيد الاميون سيستم بالخالص تيومر دخل عمل ريليزنج ل Transforming growth factor. Transforming growth factor حيروح يعمل inhibition ليش؟ للproliferation للmacrophages وللlymphocyte. فبالتالي حيد الاميون سيستم تماما. واضح؟ هذه الصورة لها. شايفين هذا تيومر سيل كيف طلعت ال transforming growth factor؟ فعلى طول عمل inhibition سواء هنا طبعا للليمفوسايت وكمان للماكروفاج فبالتالي حيد الاميون ريسبونس تماما على المعركه وبالتالي التيومر حيشتغل وهو مرتاح هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه انه تيومر وجدوا انه في بعض التيومر ان التيومر قادر انه يزود التي اللي بتعمل ريجوليشن للاميون سيستم فما معنى لما تعمل ريجوليشن يعني انها تعمل سبريشن للاميون سيستم فلو ما تزيد الفوكس بي 3 معناها انه ايش اللي حيحصل حيحصل ريديوسينج اور انهبيت للتي سيل ريسبونس وبالتالي دي حيحصل التيومر حيحصل له سكيبنج من الاميون سيستم او بالاصح هو عمل انهيبيشن للاميون سيستم لهنا تمام جميل احنا اخذنا قاعده في كيف الاميون سيستم او التي سايتوتوكسيك تي سيل انها تعمل كيلينج قلنا انه في معنى في التيومر في معنى اساسا فاز الاساس الطبيعي والتي سايتوكسيك تي سيل معها فاز ليجند فيرتبط الفاز ليجند من التي سايتوكسيك تي سيل مع الفاز اللي على التيومر ويعمل كيلينج للتيومر ده في الوضع الطبيعي شوفوا ايش الوضع غير الطبيعي ان التيومر يروح يعمل برودكشن لفاز ليجند واكيد الفاز هو بروتين موجود على كل الخلايا فموجود الفاز على التي سايتوكسيك تي سيل فيحدث العكس انه ضرح ضرب التي سايتوتوكسيك تي سيل وهي لها الميجر رول لها رول كبيره جدا واضح الفكره دي هذه الميكانيزم اللي هي بايل التيومر تعالوا نشوف انه كيف يحصل عبر تيومر انتيجين كيف يحصل السكيبنج للتيومر عبر تيومر انتيجين في حاجه اسمها سنيكينج ثرو اليه من اليات التيومر انه يبدا التيومر بويك انتيجين ويك واللي مين سيستم ما ينتبهلوش خالص احنا المفروض في المناعه درسنا زمان انه عشان يحصل اميون ريسبونس لابد من اوبتيمم دوز من الانتيجين فذي ويك انتيجين ما حصلش اي اميون ريسبونس له خالص فبالتالي التيومر ذا يكبر 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 وذاك سموها سنيكينج ثرو يتخفى سنيكينج ثرو لين يصبح ماس وبعدين تظهر السترونج انتيجين لكن خلاص بعد ما قد اصبح التيومر ذا ماس هذه الطريقة يسموها sneaking through. الطريقة الثالثة الثانية في الأنتيجين يسموها lack antigen. ساعات إن التيومر ما تعملش expression للأنتيجين على السيرفس حقها. فبالتالي إذا ما عملش expression على السيرفس حقها مش حيقدر الميون سيستم إنه يعمل لها recognized و destroyed.
طيب ساعات من ضمن الميكانيزم انه في تيومر الاميون سيستم وهو بيؤدي عمله بيروح يعمل فايبرين عشان يعمل ليميتيشن لهذا التيومر، يشتي يكحلها عماها، فعمل الفايبرين فخلاص الاميون سيستم مش حيروح يهاجم سيلف كومبوننت، والتيومر داخل الفايبرين يحصل له مالتيبليكيشن ويحصل له ديفيشن، وبالتالي يحصل ما نسميه بالانتشار التيومر. في نقطة مهمة جدا للتيومر يسموها الانتيجينك شيدنج، انتيجينك شيدنج باي تيومر انتيجين. شوفوا هذا تيومر، ها تيومر الاميون سيستم طلع له، كيف يروح يسوي؟ يروح يخرج سبستانس، سوليبل سبستانس. فشوفوا كيف يخرجها، هذا الانتي الاميون سيستم طلع له فيروح يخرج سمول سبستانس، فالاميون سيستم فارح بهذه السبستانس، والتيومر يخوض معركه جانبيه، والتيومر جالس يحصل له جروث، زي ما واحد لما يكون معه لحمه ولحقه كلب فيروح يرمي باللحمه ينتبه لنفسه، يعني كذا تعمل يا عدي صح؟ طيب اذا فاهمين كيف انه يحصل شيدنج الانتيجين، التيومر تطلع شيدنج الانتيجين، فالاميون سيستم يروح يتعامل مع هذه الشيدنج انتيجين، والتيومر في التالي يحصل له ديفيشن براحته. في حاجه كمان يونيك للتيومر، هذا تيومر وظهر له اميون ريسبونس وجاءت الانتي باديز تلتصق، وجدوا العلماء انه باحيان ريليزنج لسام انتي باديز لسيرتن تيومر الاف سي بورشن نون فانكشنال. ايش يعني؟ يعني لا عاد في اوبسنايزيشن، ولا عاد في اكتيفيشن كومبلمنت، ولا عاد في اي دي سي سي خالص، وبالتالي كانه كمان حامي لمن؟ للتيومر. فذي من ضمن الاشياء اللي بيقول انه الانتي بادي صح ظهرت لكنها الاف سي بورشن نون فانكشنال، فبالتالي حيحصل ديفيجن للتيومر بشكل كبير وهو محمي من الانتي باديز. الامر الاخر الريدكشن للام سي كلاس 1، هذا الان لكم ان تتصوروا سيلز بيدخل فيها فورين انتيجين تروح تعمل له اكسبريشن على ام سي كلاس 1 صح؟ تمام. شوفوا دخل التيومر وجاء وما حصلش، ما عملش اي اكسبريشن للانتيجين على ام سي كلاس 1، من اللي حيحيد هنا؟ تي سايتوكسيك تي سيل اكيد، خلاص ما عاد فيش ام سي كلاس 1، فحتحيد التي سايتوكسيك تي سيل في هذا الموضوع لما يحصل ريدكشن للام سي كلاس 1. في حاجه كمان بنسميها لاك كوستيميليشن، ايش يعني؟ مش احنا اخذنا في المناعه عشان يحصل فول اكتيفيشن انه يحصل الفيرست سيجنال والسكند سيجنال، الفيرست سيجنال اللي هي تي سي ريسبتور مع الام سي كلاس تمام، وكمان في معنى البي 7 مع السي دي 28، ده عشان يحصل بنسميه احنا كوستيميليتري. فايش اللي يحصل؟ شوفوا ايش اللي يحصل. هذا انتيجين بريزنتنج سيل عملت عاوزه تعمل برزنتيشن للانتيجين، التيومر وقدو داخلها يعمل بلوك للجين اللي بيعمل ريليزنج اور اكسبريشن للبي 7، فتيجي مثلا تي سايتوكسيك تي سيل عاوزه تتعرف عليها، فاحنا اتفقنا عشان يحصل اكتيفيشن لابد من الفيرست سيجنال وال ما عاد في سكند سيجنال، فبالتالي ما عاد يحصلش اكتيفيشن لها. وعلى فكره في واحده من المعالجات الان انهم يتاكدوا ويعطوا بي 7، يعطوا كذا بروتين اكسترنال بي 7 عشان بس يزودوا الانتيجين بريزنتيشن ويزودوا السيجنال بايندينج او يلغوا او يعززوا قضيه الكوستيميليتر كوستيميليشن. فشايفين ما عاد فيش بي 7. طيب التيومر ماركرز، في نظركم الان احنا عاوزين نشوف تيومر ماركر عشان نشخص التيومر، في نظركم ايش الايديال تيومر ماركر؟ يعني عشان نوجد تيومر ماركر لتيومر معين، ما هي الكاركترز الاساسيه في هذا الماركر؟ واحد هاتوا لي بالبلدي، خلينا صحيح انه برافو عليك انه الماركر ذا سبيسيفيك لتيومر معين صح؟ كيف يعني انه قصده يقول انه التيومر ذا اذا كان التيومر زايد فالماركر حيزيد، اذا كان التيومر قليل الماركر حيقل. حلو تفضلوا يا قولوا اي حاجه، لا تفضحوا ناس قدامهم فرحتهم. يكون صحيح قابل للقياس بالمعا كيف يكون
خصص ثمن قبل الاستفادة. أكيد حيكون cheap و available for measurement. أكيد. أكيد specific للتيومر معين. أكيد. إنه يطلع لي تماركر للديزي للتيومر معين مش نفسه حيطلع لتيومر ثاني. أكيد specific. كيف؟ نحن عاوزينه يظهر ما يظهر له في التيومر. وإيش الفائدة؟ حيكون ماهوش ايديال. بس احنا ندور الان على الايديال، حاجة المثالية للماركرز. فيفترض ان الماركر اللي ندور له ما يظهرش في اي مرض. اللي مثلا لو معايا ماركر للتيومر ليفر او للهيباتوما، يفترض هذا الماركر ما عنده يظهرش في اي ديزيز، ويكون سبيسيفيك لهذا التيومر. اخر واحد هيا شباب اللي ورا اللي ورا اللي ورا تفضل. عفوا، ايش معنى سبيسيفيك وايش معنى سنسيتيف؟ دحين تعرفوا انتم الفرق ما هو الفرق بين السنسيتيف والسبيسيفيك؟ طيب هشرحها كذا بريفلي. ما معنى سنسيتيف؟ ها سنسيتيف ما معناها؟ معناها ان شخص عنده المرض، عنده 100% عنده المرض، التست حقي او الماركر حقي قادر انه يكتشف هذا المرض. فبكلما كان قادر انه يكتشف هذا المرض نقول انه مور سنسيتيف. واحد، ايش معنى سبيسيفيك؟ انه شخص ما عندوش المرض، الماركر حقي حيطلعه نيجاتيف ما عندوش المرض. هذه معنى سبيسيفيك. ما تعرفونيش ولا كيف؟ ما عرف سنسيتيف ولا معروف سنسيتيف سبيسيفيك. ايش معنى سنسيتيف وايش معنى سبيسيفيك؟ ذاك لما نقول السنسيتيف 90% ما معناها ان هذا التست لو في 100 مريض 90 حيكتشفهم. لما نقول سبيسيفيك 100% ما معناها، معناها لو هذا ما عندوش المرض هذا حيكتشف انه نيجاتيف ما عندوش المرض. اكلم نفسي. ايوه طيب خلونا نناقشهم. اول صفه لماركر للكاركترز حق الايديال ماركر انه يكون بريزنت في التيومر سيل نوت نورمال سيل. منطقي صح؟ شيء منطق انه هذا الماركر ما يوجدش الا في التيومر سيل لكن ما يوجدش في النورمال سيل. هذه واحد. الامر الثاني انه سبيسيفيك فور تيومر تايب، مثلا الفا فيتو بروتين سبيسيفيك للهيباتوما او هيباتوسيلر كارسينوما. فاذا هذا سبيسيفيك، مش معقول اني احصل ماركر يطلع لي مثلا في الهيباتوما ويطلع لي مثلا في اذر تيومر واذر تيومر، ما عادش سبيسيفيك ذا. الامر الاخر present in all patient with this tumor، كل اللي مثلا عنده ليفر كانسر الماركر ذا حيطلع عنده بوزيتيف. اكيد صح ولا لا؟ ولا ايش فائده الماركر ذا؟ الامر الاخر انه المفروض يكون early detected عشان يكون ماركر ايديال، انه نكتشفه بسرعه. يكون early detected الماركر ذا يكتشف التيومر بدري. الأمر الآخر إنه present in concentration proportional to tumor mass. كلما زاد الماس كلما زاد الماركر، كلما قل الماس كلما قل الماركر. وفي الحقيقة ما في معنى حاجة ideal، ما في معنى حاجة ideal بكل المعاني، لكن في معنى حاجات بتساعد إلى حد ما في تشخيص التيومر. طيب tumor markers، اكيد في معنى الالفا فيتو بروتينز ذا زي ما اتفقنا ماركر سترونج ماركر فور الهيباتوما يا وزي ما قلنا حق النورمال رينج من 0 الى 20 نانو جرام بير مل. ودي زي ما قلنا مهمه، مش واحد يجي 35 يقولوا له انت عندك تيومر، قلنا ضروري يكون هاي. كمان الكارسينو امبريونيك انتيجين كولون كانسر، وعلى فكره دي من التيومر اللي مفروض يتابعوا الناس اللي هم فوق الخمسين سنة فوق الستين سنة يتابعوهم بالماركر زي. الأمر الثالث الآخر البيتا اتش سي جي ذا تيومر ماركر للبريوكارسينوما سرطان المشيمة. طيب البروستاتيك سبيسيفيك أنتيجين والبروستاتيك أسيد فوسفيت ذا كمان ماركرز للبروستاتيك كانسر. السي اي معناها اتش سي اي كارسينوليك أنتيجين.
CA125 ده للأوفيريان كانسر، ال CA199 للبنكرياتيك كانسر، ال CA153 للبريست كانسر. ده كل الماركرز اللي هي الكومن ماركرز، يعني في اذر ماركرز بس دول هم الكومن ماركرز. طيب تعالوا نشوف المحور المهم اللي هو تيومر اميون ثيرابي. في معنى لاتي، في معنى حاجه في تيومر اميون ثيرابي حاجه سبيسيفيك وحاجه نون سبيسيفيك. السبيسيفيك قسمناها الى قسمين، باسيف واكتف. الاكتف عبر الفاكسينيشن، انه نسميه كده نسميه تيومر فاكسين. والباسيف معنى ثلاث طرق، معنى عبر الهيومرال سيلولر وحاجه بنسميها كومباين. تعالوا نناقشهم واحده واحده، بس نبدا بالنون سبيسيفيك. وجد العلماء انه البي سي جي فاكسينز يحقنوه ات ذا سايت اوف تيومر له دور كبير. ليش؟ لانه اساسا هو بي سي جي، فبالتالي حيعمل انكريز للسيل ميديت اميونيتي، وبالتالي حيعمل اكتيفيشن في هذا السايت اللي فيه التيومر للسيل ميديت اميونيتي، وبالتالي حيكون لها دور في الدسترويز لهذا التيومر. ولذلك واحده وهو نون سبيسيفيك لكنه نشط السيل ميديت اميونيتي. وجدوا العلماء انه لما نحقنه في السايد اوف تيومر بيزود السيل ميديت اميونيتي، وبالتالي بيكون له دور في الدسترويد اوف تيومر. تعالوا نشوف السبيسيفيك اللي قلنا عليها، في معنى حنبدا بالباسيف وبعدين نشوف الاكتف. باسيف هيومرال، لما نتكلم على هيومرال اكيد حتكلم على انتي بوديز. في معنى حاجه بنسميها الماجيك بوليثيرابي. ما معنى ماجيك بوليثيرابي؟ الطلقة السحرية. كيف حقها التكنيكس ذا؟ يروحوا يجيبوا الكانسر سيل، مش عليها تيومر، آسف عليها أنتيجين. يروحوا يجيبوا سبيسيفيك أنتيجين، ولذلك نقول عليها مونوكلونال أنتيباديز. ما معنى مونوكلونال أنتيباديز؟ سينجل إيبيتوب، بترتبط مع سينجل إيبيتوب. فيروحوا يجيبوا المونوكلونال أنتيباديز بس يربطوا عليها سايتوتوكسيك دراج. يعني هذه الانتيبوديز، هذا الفاب وهذا الاف سي، الاف سي يربطوا عليه سايتوتوكسيك دراج فيحقنوها للبيشنت. مش الانتيبودي حتروح ترتبط سبيسيفيك مع الانتيجين حق التيومر، والسايتوتوكسيك حتشتغل على التيومر، ومن هنا سموها الطلقه السحريه لانها ما تصيبش النورمال، تروح تارجت على التيومر سيل. فهذه زي ما انتم شايفين اهو، هذه الكانسر وهذا الانتيباديز المونوكلو انتيباديز اللي مربوط بالسايتوتوكسيك. وبالتالي شايفين كيف ان الانتيبادي لما حقناها ارتبطت بالتيومر سيل، فبالتالي السايتوتوكسيك حيشتغل. واحد. الامر الثاني، الاف سي بورشن هو في منطقتين في الاف سي بورشن، واحده نسميها سي اتش 2 وواحده نسميها سي اتش 3. السي اتش 3 التصق فيها سايتوتوكسيك دراج، لكن اللي فارق هو سي اتش 2. فالسي اتش 2 ده حيروح يعمل ايش؟ حيعمل اي دي سي سي وحيعمل كومبلمنت اكتيفيشن، يعني كمان حيساعد الاميون سيستم انه كمان يعمل ديسترويد للتيومر. هذه يسموها ماجيك بوليت ثيرابي. ليش؟ لانها فقط راحت للتيومر وما ولم تمس النورمال سيل. جميل. الامر الثاني، في كانسر نسميه البي سيل لينفوما، والبي سيل عليها سي دي 20 ماركر هو شهير عليها. فيروح العلماء يجيبونا مونو كلونال انتيباديز اجينست السي دي 20 يسموه ريتوكسيماب. الريتوكسيماب ذا هو مونو كلونال انتيباديز اجينست الانتي سي دي 20، فيحقنوه للشخص اللي عنده البي سيل لينفوما، فحيروح يرتبط بالسي دي 20 وبالتالي يعمل اريديكيتد اور ديسترويز للتيومر. الامر الثالث، البريست كانسر، مش احنا اتفقنا انه معنى الهير 2 بروتينز هو اللي بيحصل له اوفر اكسبريشن، فيروح يجيبوا مونوكلونال انتيباديز سبيسيفيك لهذا البروتين يسموه تروستوزيماب. تروستوزيماب هو مونوكلونال انتيباديز اجينست الهير 2، فبالتالي يحقنوا طبعا الاسم التجاري حقه اسمه هيرسبتين كاسم تجاري له، ويحقنوا اللي عندها بريست كانسر فحيرتبط بالهير 2. تعالوا نشوف السيلولر. هذا الباسف السيلولر ايش اللي فيه؟ واول مره حنتكلم على سيل وباسف. سيل وباسف يسموها ادوبتيف. واحد عنده تيومر، قولوا تمام الله عافينا وياكم ان شاء الله، يروحوا ياخذوا منه يعملوا بيوريفيكيشن للناتشرال كيلر سيل، بس ياخذوها خارج
يطرحوها في بوتل ويخلطوها مع انترلوكين 2. مش اتفقنا زمان الانترلوكين 2 حيعمل اكتيفيشن للناتشر كيلر سيل، يخلوها 3 إلى 4 أيام ويرجعوا يعملوا لها إعادة لنفس المريض ذا، وبالتالي نسميها ري انفيوجن انتو ذا سيم بيشنت، نفس البيشنت ذا. حيحصل انه اصبحت الناتشر كيلر سيل اكتيفيتد، فبالتالي حيكون لها دور في الديسترويد اوف تيومر. هذه واحدة من نسميها السيلولر ثيرابي. الثانية يسموها تيومر انفلتريتنج لينفوسايت. شوفوا ايش يجيبوا التيومر، وبعد ما يجيبوا التيومر يجيبوا الليمفوسايت. مش الليمفوسايت اكيد فيها تي سايتوكسيك تي سيل، تمام، ويروحوا يخلطوها بالانترلوكين 2. ومش اتفقنا الانترلوكين 2 كمان بيعمل اكتيفيشن للتي سايتوكسيك تي سيل، ويخلوها 3 أيام 4 أيام ويرجعوها مره ثانيه ري انفيوزد للبيشنتس. حيكون لها دور في انها تعمل ديسترويد للتيومر. في نيو ابروش للتيومر انفلتريتنج ليمفوسايت، انه يجيبوا التيومر ويأخذ الليمفوسايت وكمان يضيفوا لها تيومر انتيجين، وبالاضافه الى الانترلوكين 2، ويخلوها 3 أيام 4 أيام ويعملوا لها ري انفيوز للبيشنتس. ذي كلهم سيلولر ثيرابي بالنسبه كيف وهي باسيف، كيف ان احنا نحاول نعمل اكتيفيشن للسل اللي هي الاميون سيرفيلانس. ولو لاحظتوا احنا مش قلنا في الاميون سيرفيلانس هم الناتشر كيلر سيل والتي سايتوكاين تي سيل، فراحوا يعملوا لهم اكتيفيشن بطريقه السيلولر ثيرابي. طيب تعالوا نشوف اللي هي الكومباين كيف يعملوا. هذه جديده على فكره الكومباين، كيف يعملوها؟ يروحوا يجيبوا الاتي، هذا تي سايتوكسيك تي سيل، خليه تي سايتوكسيك تي سيل، وراحوا جابوا لها انتي باديز الفاب ارتبط بها، يصنعوها سينثيتك خارج، فيجي يقولون هذه تي سايتوكسيك تي سيل وعليها الانتي باديز، ويروحوا يجيبوا سبيسيفيك مونوكلونال انتي باديز للتيومر، كويس، ويربطوهم، ومن هنا جاءت كومباوند. يربطوا التو انتي بادي بمنطقه الاف سي بورشن، وبعدين تجي يحقنوها للشخص، فحتروح ذي للتيومر. ايش اللي حيحصل؟ التي سايتوكسيك تي سيل حتجي على طول اتاك للتيومر. طبعا ممكن يربطوا تي سايتوكسيك تي سيل اور ناتشرال كيلر سيل. الأهم ما في الموضوع إنه المونوكلونال أنتي بادي سبيسيفيك للتيومر، ومن هنا سموهم كومباوند، لأنه تو أنتي باديز أو تو مونوكلونال أنتي باديز، واحد ارتبط بالتي سايتوكسيك تي سيل، واحد ارتبط سبيسيفيك للتيومر، وربطناهم مع بعض عشان نخلي التي سايتوكسيك تي سيل تشتغل على التيومر. تعالوا نشوف آخر حاجة اللي هو تيومر فاكسينز، تيومر سيل فاكسينز. كيف يجيبوها؟ يجيبوا تيومر سيل، خاصة على فكرة كومن تيومر، على فكرة هذه بدأوا يجربوها في الآن في أسر يجوا بعد 50 وعندهم كولون كانسر، يجي الأب والجد وكلهم جاء عندهم كولون كانسر، فهذه الأسر يجوا يقول لهم نفضل لكم الآتي، نفضل نحن نأخذ التيومر اللي يجي عند الشخص ده ويعملوا كيلينج للتيومر سيل، بس ما تغيرش الأنتيجين حقها، ويضيفوا لها أدجيفنت. ليش الأدجيفنت؟ إنكريز الإميونوجينيسيتي، وبعدين يروح يضربوها للشخص ده انجكت له. اذا جبنا تيومر انتيجين وعملنا لها كيلينج، بس ما تغيرتش ملامح الانتيجين، وضفنا لها ادجيفنت وحقناها للشخص از فاكسين. الجسم حيتفاعل معها، الاميون ريسبونس حيتفاعل ويطلع مناعه لها، وهذه واحده من الابروتش بالنسبه للتيومر فاكسينز. للكومن تومر اللي هي التيومر كومنز اللي هي معظم التيومر المشهوره يحاولوا يعملوا لها الفاكسينز ذا. الامر الثاني التيومر انتيجين فاكسين، يروحوا يشوفوا تيومر معين. مش الانتيجين ذي عباره عن امينو اسيدز، الانتيجين عباره عن امينو اسيدز، اللي بتوبز ذي عباره عن امينو اسيدز، يروحوا يقروا الامينو اسيدز ذي قرايه كامله ويروحوا يصنعوها خارج، يسموها سينثيتك بيبتايد، وبعدين يحقلوها للشخص محمل على بروتين معين عشان الشخص ده يروح يكون immune response against this antigens. واضح؟ تمام. قالوا كمان التيومر فاكسين في معنى شيء مهم بالنسبة للهيومن بابلوما فيروس، مش في معنى الرباعي اللي هو types which types هيومن بابلوما فيروس اللي بتعمل cervical carcinoma 16 و 18 6 و 11، 6 و 11 و 16 و 18، يعملوا عليها ذا الرباعي ويحقنوها. وذي قالوا حاجة ممتازة جدا، كلما أعطينا الفيميل
الفاكسين ذا مش حيجي لها سيرفايكال كارسينوما بالهيومن بابيلوما فيروس. كمان البي الهيباتيتس بي نعطي الناس فاكسينز، فمش حنضمن انه الشخص اللي اخذ الفاكسين للهيباتيتس بي مش حيحصل له هيباتيتس كارسينوما بالهيباتيتس بي فيروس. ومن هنا جي اقول لكم دائما خذوا الفاكسينز للهيباتيتس بي، حرام عليكم ولا يجوز لكم انكم تدخلوا سنه رابعه وما خدتوش الفاكسين. يا شباب اللي وراء خليكم معي، السؤال الاول لكم: Which of the following cells are effective against the tumor? B cells, mast cell. خيرت الله عليه. T cytotoxic T cell. آه برافو عليكم. Natural killer cell. حلو. أصلا ما جاوبتش بيبقى زعل كبير يعني. Which of the following causes an increased expression of MHC class 1? خلوني اشرح لهم، الله يرضى عليكم ما عدلناش يعني. يعني في حاجه بتزود الام سي كلاس 1 اكسبريشن، جاما انترفيرون، التي هيلبر 1 تروح تطلع جاما انترفيرون ويخلي يروح للماكروفيج ويعمل انكريز الاكسبريشن الام سي كلاس 1. الله المستعان. تيومر جروث فاكتور الفا، انت لوكين 2، تيومر نكروتك فاكتور اكيد اول واحده. ليمفوسايت سيلز فروم بيشنتس وذ تيومر وذ تيومرز ار تريتد وذ انترلوكين 2 تو جيت ليمفوكاين اكتيفيتد كيلر سيل. ليمفوسايت ياخذوها من الشخص اللي عنده تيومر، عشان لا نقاش يعني بايس فيه. ليمفوسايت ياخذوها من الشخص اللي عنده تيومر يخلطوها بانترلوكين 2. ارفع يداتك. تمام كويس دعم متاكي صح. طيب تيومر انفلتريتنج ليمفوسايت ماجيك بوليت ثيرابي تيومر انتيجين فاكسين اكيد الثانيه. احنا مش قلنا الاوله؟ قلنا الأول هي الناتشورال كيلر سيل مش ليمفوسايت. الأول اللي هي بتعمل الليمفو كينج اكتيفيتد كيلر سيل اللي هي الناتشورال كيلر سيل، لكن الليمفوسايت هي عبارة عن تيومر انفلتريتنج ليمفوسايت. ناتشورال كيلر سيل فروم بيشنتس وذ تيومرز ار تريتد وذ انترلوكين 2 تو جيت ليمفوكاين اكتيفيتد تيومر انفلتريتنج ماجيك بول ثيرابي تيومر انتيجين فاكسين اكيد الليمفوكاين. يلا تعادلتوا كويسه. واتش اوف ذا فولينج ميكانيزم مي كونتريبيوت تو تيومر ايفيجن، ايش الميكانيزم اللي بتخلي الاميون سيستم يحصل له سكيبنج؟ لاك اوف اكسبريشن اوف ام اتش سي كلاس 2 ان تيومر سيلز. طيب لاك اوف كوستيميلاتوري سيجنالز secretion of immune suppressive by certain tumors. طيب بقية هذا ما لكم. lack of antigen on tumor cells. أكيد ثلاثة، لا مش كلهم الأخير ثلاثة. what is the marker of colon cancer? alpha fetal protein. CA15-3. carcinoembryonic antigen. أوه شكرا. C125 أكيد. الماركر الهيباتوما ألفا بروستاتيك سبيسيفيك أنتيجين. فينسنت جينسن بروتين. هيباتيتس بي سيرفيس أنتيجين. ألفا فيتو بروتين. ثمانية. سيلز أوف إنيت إميون سيستم ذات هاف أن إمبورتنت رول إن ريكوجنيشن أوف تيومر سيل أند ذير destruction R السيل هذه اللي بتعمل recognize B cells neutrophils T cytotoxic T cell natural killer cell. الله أحد رفع أنت تشيل الدب خلق الله برافو عليكم. lack of expression of which costimulatory molecule by tumor cell results in weak T cell activation. CD28
بي 7 سي دي 3 سي دي 4 اكيد بي 7 تعادل ها وات از ذا باسيف هيومرال باسيف هيومرال اميون ثيرابي انتريتينج تيومر مونوكلونال انتي بوديز لينكد تو توكسيك دراجز انجكتد كيل تيومر سيل يوز اوف ليمفوكاين اكتيفيتد كيلر سيل هيومرال هيومرال يوز اوف تيومر انفلتريتنج ليمفوسايت اكيد المونوكلونال انتي بوديز شكرا جزيلا لكم شكرا لكم لا لا الله